قوي الفراخ اللي بالقراصيه والمشمش اللي هي زي الاكله المغربيه دي، جنبها بقى رز بالخلطه كده وعليه مكسرات. القراصيه مع المشمش والفراخ سويت اند ساور كده، حادق كده وحلو في نفس الوقت. انا بحب الميكس ده دايما يعني، حتى في بني ادمين كمان طبعا. يا سلام بقى لو معاه شويه سلطه كده واي حاجه كده. ايه، احب انا اي حاجه دب كده، اي حاجه تتغمس كده يعني. ما عنديش مانع خالص لو في برضه شويه صوص كده على جنب معمول من القراصيه والمشمش بتاعي، يبقى برضه فيه سويت اند ساور. هو انتوا هتاكلونا الحاجات دي ولا انا ايه؟ اكتر اكله انا شاطر فيها جدا وبحب اعملها صدور الفراخ المشويه مع البطاطس في الفرن بالزعتر مع خضار مشوي. بحب انا الاكلات الصحيه اللي طعمها حلو دي قوي.